ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعمه دي؟ ايه صلاح ده؟ ايه ارن سلوت ده؟ ايه جرافنبرخ ده؟ ايه تين هاج ده؟ ومين كاس ايه كاسيميرو ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه تين هاج وايه كاسيميرو وايه دي ليخت؟ ايه الفريق؟ ايه مانشستر ده؟ ايه بجد؟ يلا بينا يلا بينا نخش على طول. حطني رقم واحد في الهجاصين. اهلا بيك يا جاي في حلقه جديده من اول التحليل، والنهارده بنتكلم عن اول قمم الموسم، ليفربول ومانشستر يونايتد. ليفربول ومانشستر يونايتد القمه، هي ديربي الكراهيه، او زمان كان ديربي كبير او ديربي ضخم او ديربي الفريقين ند بند، ولكن احنا بقى لنا كام سنه بنشوف ان ليفربول هو المتسيد. ده كمان مش ليفربول متسيد، ده في لاعبين في ليفربول بيقدموا مستويات عاليه في الماتشات دي بالذات، وفي لاعبين في ليفربول بقوا الهدافين التاريخيين للمواجهه دي، وهنجيلهم بعدين. بس خلينا نتكلم في الاول عن الفريق. ليفربول بدا بالتشكيله بتاعته هي، وده اللي عجبني في ارني سلوت، اللي هو مثبت تشكيلته. مش كل ماتش بحط لاعب جديد، او مش كل ماتش بدخل لاعب جديد، لا انا ثابت. في اول مباراه لعبت كونسا ما كانش كويس، دخلت مكانه كوناتيه وثبت على كده. لعب بنفس التشكيل ضد برينفورد، ولعب بنفس التشكيل النهارده ضد مانشستر يونايتد في اولد ترافورد. ما خافش من حاجه، ما هبش من حاجه، ما قالش العب بثلاثه في نص الملعب وحاول التشكيل وكل الكلام ده، لا هو نفس تشكيلته ونفس طريقته ونفس تكتيكه ونفس كل شيء. الناحيه الثانيه ايريك تنهاج دخل الماتش بتغييرين مهمين، خرج ماجواير من التشكيله وحط مكانه دي ليخت، وغير الطريقه نوعا ما وخلى 4 2 3 1 وحط زركيزي هو المهاجم الصريح، وتحته برونو فرنانديز وجراناتش ناحيه اليمين، ده التغيير الثالث بدل عماد ديالو، وناحيه الشمال لعب براشفورد، واثنين في نص الملعب كازيميرو وماينو، والرباعي الدفاعي هو زي ما هو، ما غيرش غير ماجواير بس. طيب مانشستر يونايتد ايه المشكله؟ يعني ليفربول شفناه النهارده كمميز على صعيد كل شيء، سواء على الطلوع بمستوى طلوع بالكوره من تحت من فان دايك وكوناتيه وجرافنبرخ وماكاليستر وسوبسلاي، وحتى الاطراف سواء ارنولد لما كان بيخش القلب الملعب يبقى جنب جرافنبرخ ويزق ماكاليستر مع سوبسلاي للامام، او حتى لما بنشوف الاطراف بتبتدي يطلع عليها سواء روبرتسون او كره طويله لصلاح او كره طويله للويس دياز، وليفربول كان قادر يتعامل مع الضغط بتاع مانشستر يونايتد. لكن الناحيه الثانيه مانشستر يونايتد ما كانش عارف يواكب الضغط بتاع ليفربول. ليفربول من بدايه المباراه بيضغط ضغط عالي، مش بشراسه، مش بشراسه كلوب، ولكن هو بيضغط ضغط عالي منظم. انا عارف اقفل على مفاتيح اللعب بتاعت مانشستر يونايتد، عارف اقفل على مفاتيح اللعب اللي يطلع عليها بالكوره. والنهارده ايريك تين هاج انا مش فاهم، هل هو مش عارف خصائص لعبته؟ يعني المدرب اللي بيبقى بره على الدكه دون عارف خصائص لعيبته، عارف مين بيبقى بالكوره كويس وقت الحيازه، مين بره الحيازه بيبقى افضل، مين بيبقى كويس لما الكوره تطلع عليه، مين سيء، كل الكلام ده. ولكن اللي انا شايفه واللي انا بشوفه قدام عيني ان ايريك تين هاج ما يعرفش خصائص لعيبته، ما يعرفش خصائص لعيبته. والدليل النهارده ان هو كان حاطط كاسيميرو اللاعب نمره 6 اللي بيطلع عليه بالكوره، فكاسيميرو غلط غلطتين يعني غلطتين مباشره في جوان ليفربول الاثنين من كاسيميرو، ومش قادر احمل كاسيميرو. يعني مش هاجي اقول لك ان كاسيميرو سبب، كاسيميرو سبب بسبب اخطائه، ولكن السبب الاكبر ان ايريك تين هاج قرر ان يلعب بكاسيميرو لاعب نمره 6 وان هو يطلع عليه بالكوره. كاسيميرو علشان يغطوا في ريال مدريد على ان هو مش كويس بالكوره وان هو ما بيعرفش يطلع بالكوره، فكانوا بيداروه بايه؟ بمودريتش وكروس، حد منهم هو اللي كان بينزل يستلم الكوره من اثنين قلوب الدفاع وبيطلع بالكوره. ده اللي كان بيحصل في ريال مدريد، ولكن بنشوفه مع مانشستر يونايتد كارثي. كاسيميرو كارثي بالطلوع على مستوى الطلوع بالكوره، مش لعبته خالص، مش حتته. كاسيميرو هو اللاعب نمره 6 الكلاسيكي اللي يقف في نص الملعب يطلعلك الكوره ويسلم ويستلم، اكتر من كده كاسيميرو مش هتستنى منه. النهارده كوبو ماينو، ليه مش كوبو ماينو هو اللي بينزل يستلم الكوره وهو اللي يبتدي الهجمه؟ يعني كوبو ماينو بول كارير كويس جدا وبيعرف ياخد الكوره ويجري بيها يعني لقدام كويس جدا، وبيقدر يلعب كمان ان هو كويس بالكوره، لاعب مميز بالكوره. النهارده كاسيميرو اتسلم من ايريك تين هاج، بيطلع بالكوره عليه بيغلط غلطتين. وبالمناسبه كاسيميرو ما غلطش الغلطتين بتوع الجندل بس، لا ده في كذا كوره كمان لاعب مانشستر يونايتد بتخرج بالكوره غلط وبتترد عليهم بمرتده او بترد عليهم بكره عكسيه، سواء بقى سوبوسلاي يقطع مره، جرافنبرخ اللي النهارده انا بصراحه كنت خايف من جرافنبرخ، لكن النهارده من بدايه الموسم ده جرافنبرخ بتاع ايكس، ده جرافنبرخ بتاع ايكس اللي كنت بتشوفه مع ايكس، اللي بايرن اصلا اشتريته من ايكس بسبب الحته دي، بتشوف النهارده بيعود من جديد مع ارن سلوت، اللاعب اللي في نص الملعب اللي تقدر تطلع عليه بالكوره كويس جدا، اللاعب اللي بيقطع كرات كويس جدا جدا جدا. النهارده تقريبا كسب كل الثنائيات سواء الهوائيه او الارضيه، وقدر يطلع بالكوره في موقف صعب في كذا مره،
وقدر يستخلص الكره في نص ملعب مانشستر يونايتد كذا مره. فجرافنبرغ تحت قياده ارن سلوت مميز جدا 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 جدا، لكن تين هاج بصراحه انا مش فاهمه، انا مش فاهمه. عندك جرناتش بيلعب ناحيه الشمال كويس، فقررت النهارده توديني ناحيه اليمين فبقاش موجود جرناتش، وناحيه الشمال كده كده ميته بسبب ان راشفورد مش في مستواه. راشفورد مش في مستواه مش النهارده بس، ده بقاله كام سنه، بقاله مثلا سنتين ثلاث سنين راشفورد مش في مستواه. فبالتالي انت قتلت جرناتشو وفي نفس الوقت انت ما استفدتش من راشفورد، فبالتالي اطرافك ما بقتش مميزه، بقتش كويسه، بقتش ليها لازمه. والعمق انت مش عارف تختارك منه، لان العمق موجود فيه ماكاليستر وجرافنبرغ ووراهم فان دايك كوناتي، كان بيقطعوا اي كره تهدد مرمى ليفربول. على قد ليفربول ما كان نوعا ما بيعرف يستخلص الكره من مانشستر بسرعه، ولكن مانشستر قدر يوصل للجون، ودي وصل في ثلاث مرات، والثلاث مرات اليسون بصراحه اتعامل معاها ببراعه كبيره جدا جدا جدا، وقدر يشيل ثلاث كور ما يتشالوش، كورتين من زركزي وكوره تقريبا من مزراوي. فبالتالي انت الشوط الاول ليفربول كان افضل على مستوى كل شيء، مانشستر يونايتد كان سيء على مستوى كل شيء، سواء وقت الحيازه او بدون الكوره او بطلوع بالكوره او الكوره مش معاك او كل حاجه. ليفربول قدر يسجل جونين النهارده، الجون الاول كوره طبق الاصل من جون برايتون، ما بيتعلمش من اخطاء إيريك تين هاج. تين هاج من مدربين اللي انا مش قادر احددهم، هل هو مدرب كويس، هل هو مدرب جامد ومحتاج لاعبين تساعده على افكاره، ولا هو مدرب مش كويس ومانشستر محتاج يغيره. انا كنت شايف ان انت من بدايه الموسم مع اداره جديده مع كل دون جيب مدرب جديد وحط مشروع جديد، لكن إيريك تين هاج هو قدم موسم واحد بس كويس، موسم اللي فات كان سيء، والموسم ده دخل ماتشين، كسب ماتش في اخر دقيقه في الماتش بضربه حظ من زركيزي، تاني ماتش بيخسر من برايتون، تالت ماتش بيخسر من ليفربول، تلات ماتشات بيجيب تلاتة بونت. فأداء هو الأسوأ على الإطلاق لمانشستر يونايتد من زمان قوي، من أيام ديفيد مويز مثلا وفانجال والليلة دي. خرجت الشوط الأول خسران 2-0 بجون تبقى الكرة العكسية اللي بتتلعب، الدفاع مش واخد باله، الدفاع كله بص على الكرة، الدفاع كله عينيه على الكرة وسايب التغطية المساحة اللي وراه، الكره بتترفع بمحمد صلاح، بيخش لويس دياز وكمان سوبوسلاي، ساب الكره لويس دياز بمعلمه كبيره جدا، تقريبا لويس دياز كلمه او ايه، فتلاقي الكره بتتلعب، سوبوسلاي بيوطي، لويس دياز بيخش تك، الجون الاول ليفربول. الجون الثاني برده غلط من كاسيميرو، ضغط عكس من جريفنبرغ، بياخد الكره من كاسيميرو بيجري بيلعبها لصلاح، صلاح بيعدل ويدي الكره بالعرض لويس دياز، لويس دياز بيخش من لمسه واحده جول. نفس الكره دي اتعملت من صلاح ولويس دياز في ماتش برينتفورد وضاعت من لويس دياز، لكن النهارده لويس دياز جاب الجون الثاني وبيخلص الشوط الاول 2-0 لليفربول. وليفربول خلاص ال 2-0 دي خلاص يعني بنسبه كبيره هيمنت على الماتش، هي الافضل في كل شيء، فبالتالي 2-0 دي ريحت الدنيا تماما عند ارني سلوت. دخلنا الشوط الثاني بتغييره مركز بمركز، خرج كاسيميرو نزل كولير في نص الملعب، ما فاتش كتير يعني ما اضافش كتير كولير في نص الملعب، كاسيميرو كان سيء ولكن كولير برده ما قدمش كتير في نص الملعب. ولكن الغريب بالنسبه لي من إيريك تين هاج، وده عملها تقريبا في الثلاث ماتشات، ان انت تكون خسران او متعادل وبتنزل لعيبه مركز بمركز. النهارده خسران من ليفربول 3-0 وبتخرج جرناتشو وبتنزل بدل عماد ديالو وبتخرج دي ليخت وبتنزل مكانه هاري ماجواير. طب ماجواير لما ينزل مكان ديليخت هيفيد في ايه؟ هتلعبه الكرة افضل؟ لا. هيفيد في الناحيه الهجوميه؟ لا. طب انت منزله ليه؟ غير الخطه، غير الفورميشن، العب باتنين مهاجمين عادي، كنت ممكن تنزل عماد ديالو بدل مثلا حد من نص الملعب او حد من الدفاع وتنزل بعماد ديالو وتودي جرناتشو شمال وتودي عماد ديالو يمين وتلعب باتنين مهاجمين راشفورد وزركيزي وتحولها 4-4-2 عادي جدا، وتنزل ماينو مثلا جنب، تنزل قصدي برونو فرنانديز جنب ماينو وتحولها 4-4-2. لكن انت مصمم ليه تلعب بشكل معين بطريقه معينه بتكتيك محدد، فبالتالي مش قادر تواكب الفريق اللي قدامك. ان ليفربول كان مميز على مستوى كل شيء، على مستوى الصراعات، على مستوى الفرص، ليفربول ضيع فرص النهارده كتير جدا جدا جدا. كره ارنولد الجون الاول اللي اتلغى بسبب اوفسايد، بعد الثلاث اجوان صلاح ضيع كوره، سوبوسلاي ضيع كوره من 6 ياردة، بتشوف جاكبو لما نزل ضيع كوره بدماغه. يعني انت كنت ممكن النهارده ليفربول يخرج من الماتش خسران كسبان 7 في الاولد ترافورد زي ما عمل في انفيلد كده من سنتين. مش عارف هل يونايتد هيقيل إيريك تين هاج دلوقتي ويستغل ال 15 يوم بتوع التوقف الدولي مع مدرب جديد يحط افكاره، ابتدي اللي هو يتعرف على اللاعبين واللعيبه تتعرف عليه. انا مش عارف وانا اشك كده بصراحه،
اشك ان اداره يونايتد جديده وكل حاجه، بس انا اشك ان هي تقيل ايريك تنهاج دلوقتي، هتسيبه على الاقل نص الموسم، هتسيبه على الاقل الموسم دون وتشوف هتعمل ايه، ممكن تغير الموسم الجاي، ده اللي اتوقعه. ولكن ليفربول تحت قياده ارن سلوت بيفاجئني، على قد ما انا اول الموسم كنت مستغرب لما ببص على الدكه مش شايف يورجن كلوب وشايف ارن سلوت، ولكن ارن سلوت في ثلاث مباريات عرف يكسبهم، ضد نار ضد ابسويتش تاون كان مقدم شوط اول كارثي وقدر يتدارك الموقف ويكسب في الشوط الثاني، ضد برينتفورد بيقدم مباراه كبيره في انفيلد وبيكسب المباراه، والنهارده في الاولد ترافورد في اول اختبار لارن سلوت بيكسب 3-0 في اولد ترافورد. هتقول لي بقى يا عم ده ايريك تنهاج وحش وبتاع، لا، الافكار بتاعه ارن سلوت في ارض الملعب بتطبق صح، سواء على مستوى الضغط، سواء على مستوى الحيازه، سواء لما تفقد الكوره. ليفربول النهارده لما بيفقد الكوره بيجيبها في مكانها، بيجيبها في مكانها بسرعه جدا وبيقدر يستخلص الكوره بسرعه جدا. فالنهارده ليفربول او على مستوى الثلاث ماتشات تحت قياده ارن سلوت، ليفربول عجبني جدا 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 جدا، ويونايتد في مهب الريح بدون كل زي ما قلت الحلقه في الاسبوع اللي فات ان يونايتد زي ما كنت بقول في ماتش فولا ان هو مبشر في افكار، النهارده بقول لك يونايتد في مهب الريح ولازم يغير ايريك تين هاج. فلو في الاخر ذكر شخص واحد هو رايانا في المباراه، قول رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك، هل يونايتد هيكل ايريك تين هاج دلوقتي ولا ممكن يسيبه لاخر موسم؟ وقول لي كمان توقعاتك، هل ارن سلوت يقدر ينافس سيتي وارسنال على الدوري السنه دي، ولا هو ممكن يعمل موسم كويس ويسعى للتشامبيونز ليج وممكن الموسم الجاي نشوف شيء افضل؟ قول لي رايك في الكومنتس، ولو حالك بدك تسيبش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان الحلقات تجيلك اول ما تنزل على طول. وكان معاكم مصطفى ودي قهوه التحليل، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.